لقاء أداره مثل ما نشاهد مختار مالو ثلاثية التحكيم بقيادة أعراب الذي كان في المستوى. أول تهديد كان من جانب سويبع الذي لم يكن محظوظا تماما في هذه المباراة، ثم تلاه تهديد أكثر جدية من جانب أولمبي المدية عن طريق بانوح أو زروال في هذه اللقطة، ثم ثانيا بانوح بعد هذه التوزيع الرائعة من وشان. بانوح يخطئ المرمى، بعدها تحركت الآلة الوهرانية عن طريق مويسي الذي وزع كرة قذفها سويبع ولكن في أيدي الحارس الذي يعرف الياس بن عها جيدا، وكان سببا في اكتشاف عمراوي. بعد ذلك صبري غربي ماذا ضيع؟ ضيع بطريقة غريبة فرصة سانحة للتسجيل وجها لوجه أمام الحارس الآخر المتألق بشدة نتيش، وهذه كرة أيضا ضيعها مويسي في شوط المباراة الثاني الذي عرف عودة قوية لأشبال سليماني، وسجلوا هدف المباراة الوحيد عن طريق المستقدم الجديد سبيع، المستقدم من جمعية وهران الذي لم ينجح تصوروا في فريق جمعية وهران ولم يسجل أي هدف. هذا اللاعب من مدينة مغنية استقدمه بعين الخبير سليماني ليدخل في اللحظة الأخيرة ويمنح نقاط ثلاث غالية وغالية جدا لأولمبي المدية في مباراة كانت صعبة جدا نظرا لقيمة الخصم، الخصم الذي ضيع فرصة تعديل النتيجة بطريقة غريبة جدا في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي عن طريق مويسي الذي لم يصدق أنه ضيع فرصة سانحة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة على وقع طرد هداف المباراة سبيع الذي اعتدى على حسب قرار الحكم طبعا على بلعباس، وبلعباس يطالب أعراب بالبطاقة الحمراء التي كانت حاضرة من طرف الحكم الدولي. أعراب الذي أنهى المباراة بتفوق أولمبي المدية.